يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا يفعل المأموم إذا زاد الإمام ركعة خامسة؟ فهل يجلس وينتظر إلى أن يسلم فيسلم معه؟ يجب عليه انه يقول سبحان الله، يجب عليه التنبيه. فإذا لم يرجع الإمام والمأموم يعتقد أن زائده لا يتابعه، بل يجلس، فإن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر وسلم معه.